إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الراجل لا سندويتش ولا فريك محب الشري. دلوقتي مش عايزة أوريه ابنه. بس هتروح النار على طول مع ابو جهل في حضنه وهتنزلوا سوا في الدرك الاسفل. انا هقول لك الاجابه، بقول لك انا الوحيد. يا روح امك اتفضل، وروح جوزك، وروح انا كمان. يلا وبيرجع لحضرتك الفتوى دي، بيقول انا سمعت الشيخ مبروك عطيه بيقول انه من حقه يخبي على مراته ويخبي على الدنيا بحال وهو حر، وهي لما تعرف، وقت ما تعرف عرفت، تقول له غور في داهيه انت وهي، يقول لها لا انت اللي هتغور. المتضرر هو اللي يمشي. الراجل لا سندويتش ولا فريك محب الشريك. الراجل له اربعه ماشي، والراجل ملوش ولي ماشي، ولا مراته لها دعوه بجوازته الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. حضرتك اسمعني، ضنايا اسمعيني يا اختي. هو اتجوز وغلطان، دي ورقه تانية. هو ابن 66، ده ورقه تانية. اسمعني يا بنت اسكتي، انا لو سمعتك 10 سنين هغير كلامي. لا راجل لا. متجوز تلاق يا بنت اسمعي، يا بنت اسمعي ياما، اسمعي عمك واخوك وابوك واستاذك. الراجل يتجوز يا اختي على مراته لا يقول لها ولا يجيب لها سيره، وجوازه صحيحه 100%. انا فاهم اللي انت قلتيه، ويمكن انا اكون الوحيد في العالم اللي هيجاوبك. طب اسمعني بس يا دكتور، فالولد ده انا حاضر عينيا، هسمع عينيا يا اختي. طب سؤال صغير قد كده تنتوفه، انا غلطان اني قلت لك ان انا الوحيد اللي هجاوبك، لانك ما انتش عايزه حد يجاوبك. انا وهتفضلي لتاته وعجان. يا بنت اسمعي انا هسالك سؤال صغير، اسمعي بس يا بت، رد عليا يا امل، بتتكلمي مكالمه دوليه. انت مش قصدك تساليني الدعوه اللي انت دعتيها لما اتحققت تعباكي جدا؟ طب امال ايه بقى، هتكملي ايه؟ طلعت عملت له عمره حضرتك، تعملي عمره غلط ولا الكلام ده له اي لازمه؟ وبدعي له على طول في صلاه. طب اسكت ولا تدعي حتى، انا هقول لك الاجابه، بقول لك انا الوحيد. يروح امك اتفضل، وروح جوزك، وروح انا كمان. يلا الله يخليك، اسمعي يا الله العظيم، يا ما ولا يهمك. انا فاهم اللي انت قلتيه، ويمكن انا اكون الوحيد في العالم اللي هيجاوبك. طب اسمعني بس يا دكتور، أسمع. فالولد ده انا حاضر عينيا، هسمع عينيا يا اختي. طب سؤال صغير قد كده تنتوفه، انا غلطان اني قلت لك ان انا الوحيد اللي هجاوبك، لانك ما انتش عايزه حد يجاوبك. انا وهتفضلي لتاته وعجان. يا بنت اسمعي انا هسالك سؤال صغير، اسمعي بس يا بت، رد عليا يا امل، بتتكلمي مكالمه دوليه. انت مش قصدك تساليني الدعوه اللي انت دعتيها لما اتحققت تعباكي جدا؟ طب امال ايه بقى، هتكملي ايه؟ طلعت عملت له عمره حضرتك، تعملي عمره غلط ولا الكلام ده له اي لازمه؟ وبدعي له على طول في صلاه. طب اسكت ولا تدعي حتى، انا هقول لك الاجابه، بقول لك انا الوحيد. يا روح امك اتفضل، وروح جوزك، وروح انا كمان. يلا من الكويت، اتفضلي يا شيم. شيم 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 بنستورك يا شيم بسرعه. عندي استفسار، يلا. انا اتطلقت من 4 شهور. الف بركه يا بنت، في عيال الاول؟ في ولد عنده 6 شهور. يلا ارجعي لو في فرصه للرجوع، ركزوا في كلامي كويس. للاسف ما فيش فرصه، وانا وهو مش عايزين نرجع. يحسن. انا دلوقتي مش عايزه اوريه ابنه. بس هتروح النار على طول مع ابو جهل في حضنه وهتنزلوا سوا في الدرك الاسفل. مفيش دعوه بابنه لا من قريب ولا من بعيد، يشوفه وقت ما يحب، يا هو يا الواد. ما تروحيش النار يا اختي، ده مش هيشفي غليلك يا اختي. اللي كان يا اختي، واتجوزتي غلط يا اختي. الواد ملوش ذنب يا اختي، مفيش حاجه اسمها مش عايزه اوريله الوعد. احنا ما بنتجرش بالعيال، ما تروحوش النار مجانا. تمام من الكويت، اتفضلي يا شيم. شيم 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 بنستورك يا شيم بسرعه. عندي استفسار، يلا. انا اتطلقت من 4 شهور. الف بركه يا بنت، في عيال الاول؟ في ولد عنده 6 شهور. يلا ارجعي لو في فرصه للرجوع، ركزوا في كلامي كويس. للاسف ما فيش فرصه، وانا وهو مش عايزين نرجع. يحسن. انا دلوقتي مش عايزه اوريه ابنه. بس هتروح النار على طول مع ابو جهل في حضنه وهتنزلوا سوا في الدرك الاسفل. مفيش دعوه بابنه لا من قريب ولا من بعيد، يشوفه وقت ما يحب، يا هو يا الواد. ما تروحيش النار يا اختي، ده مش هيشفي غليلك يا اختي.
اللي كان يا اختي، واتجوزتي غلط يا اختي، الواد ملوش ذنب يا اختي، مفيش حاجة اسمها مش عايز اوريله الوعد. احنا ما بنتجرش بالعيال، ما تروحوش النار مجانا. جيتوا على طول كده اهو، وبعدين خدت 20 راجي وتلات عربيات. ورحت فين؟ ما خلانا جوفة في انتخابات السيسي، ورحنا جبنا العزال كله. جدعة. بعدين رحت طلقتيه. ايوه. وبعدين احنا دلوقتي جبنا شهود زور ان احنا بناخدوا العزال، ان احنا ما خدناش العزال وبنطالبوا بالعزال تاني. ايوه. وحرمينه ان احنا ما نشوفش عياله. جدعة. ده فاضل ايه تاني؟ ما معكيش طبلة؟ انت حد مأجرك عليا يا بيت؟ والله يا دكتور ده اللي حصل. لا يعني وبتكيليني ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه. وطيب يا دكتور، هو نفسه يشوف العيال، ولما جه عندنا يشوف العيال ضربناه. ضربتوه؟ لا. طب سؤالك ايه يا زينبو؟ هل ده حرام بقى؟ انا ظلمت البيت. حرامين اتنين واربع حرامات وتمانين حراما بالتمييز يا بيت. حرام مين يا بيت؟ حرامين واربعة يا بيت، تشبعي حرامات. حرام عليكي يا اختي. جيتوا على طول كده اهو، وبعدين خدت 20 راجي وتلات عربيات. ورحت فين؟ ما خلانا جوفة في انتخابات السيسي، ورحنا جبنا العزال كله. جدعة. بعدين رحت طلقتيه. ايوه. وبعدين احنا دلوقتي جبنا شهود زور ان احنا بناخدوا العزال، ان احنا ما خدناش العزال وبنطالبوا بالعزال تاني. ايوه. وحرمينه ان احنا ما يشوفش عياله. جدعة. ده فاضل ايه تاني؟ ما معكيش طبلة؟ انت حد مأجرك عليا يا بيت؟ والله يا دكتور ده اللي حصل. لا يعني وبتكيليني ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه. وطيب يا دكتور، هو نفسه يشوف العيال، ولما جه عندنا يشوف العيال ضربناه. ضربتوه؟ لا. طب سؤالك ايه يا زينبو؟ هل ده حرام بقى؟ انا ظلمت البيت. حرامين اتنين واربع حرامات وتمانين حراما بالتمييز يا بيت. حرام مين يا بيت؟ حرامين واربعة يا بيت، تشبعي حرامات. حرام عليكي يا اختي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ ربنا يسترك. بقول حضرتك انا عايزة اسأل بس حضرتك، ان انا عندي قط، القط دوت يعني عايز يعني يتزوج، بس انا معنديش امكانية ان انا اجيب له قطة. نخطب له نشوف له. لا انا اجيب لك، يا سلام، ونتعاون ونعمل اعلان في الموعظة الحاسمة، نجيب له عروسة ما حصلتش. هو انت متأكدة انه قط؟ ممكن يكون قط يا بيت وانت مش واخدة بالك. لا انا متأكدة انه ذكر. وايه اللي عرفك انه عايز يتجوز؟ وهو اصلا انا هو جات له مشكله، يعني كان عنده مشكله وديته للدكتور. ايوه. الدكتور قال لي ان هو المشكله دي بسبب ان هو عايز يتزوج. والدكتور ما عندوش ممرضه شغاله خطبه للقطط؟ لا ما فيش. طب انا بقول لحضرتك ايه؟ قولي. انا عملت ثلاث قروض من البنك ورا بعض. عملت قروض من البنك؟ كنت بجوز بنتي. ما انت شملول اهو. وبعدها جوزي تعب قالوا هيعمل عمليه، رحت جايبه برضه كارد. ايه وجبتيه بضمان ايه يا هانم؟ ما انا مدرسه يا اختي. عليها القطه يا اختي، عليها صلى الله على محمد. فعشان انت مدرسه تجيب قروض يا بنت؟ ما المرتب ضعيف. طب ما هيحبسوك يا هانم. وجوزي كان تعبان، قعد 9 سنين يخس وغسل الكلى بعد كده. لا اصيله يا بنت اصيله. المهم انك انت هيحبسوك امتى عشان ازور؟ لا ما انا جبت الكارد التالت، اتجوزت ابني وفاضل لي سنتين وخلص كل القروض. طب الحمد لله ربنا يتوب عليك وما تعملهاش تاني. طيب انا بسال حضرتك، من حق القروض ده حرام؟ حرام؟ الا للراجل اللي هيعمل عمليه بدم، لا له اخ ولا عنده حد عنده دم في عيلته، فانت وقفت جنبه مضطره، ده الحاجه الوحيده. لكن جواب قالت لا ما فيش تقسيم الا لما الصغير يكبر، عشان احنا لينا اخ صغير والكبير يموت بقى بالمره. ماما عملت شريعة غير دين محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم، وحكمت المرأة وشرعت لنا شرعا جديدا، حيث قالت لا تقسيم حتى يكبر الصغير، وكان عليها أن تقول ويموت الكبير ويموت من على المسرح ويموت المشاهدون جميعا. يلا قول يا نادية. يلا يا نادية. الو 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 الو. شكرا. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.